المره اللي فاتت مش اللحم مش باينه قوي، فبحس ان التيبل ما عرفتش اقوله زي الثلاث وزي الاربع، صح ولا لا؟ فانا النهارده بسرعه هقول ازاي دلوقتي هتعمل التيبل بتاع فايلر، وده هتاخده على كل الفايلر حتى بتاع جزء بتاع دكتوره كوريه، خلاص؟ يعني التيبل ده هو ده اللي هيجيب له كل الانفورميشن في كاركتر جنرال كاركتر سبيشاليز فينومينا ايدنتيفيكيشنز الكلاسز اللي انت بتدرسها تحت كل فايل. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا كل فايل بعمل التيبل كبير، وده قلت لكم مش هيكفي صفحه بروفايل، انت بقى بتتصرف في ايه؟ في الماتيريالز اللي انت عايز تحط فيها ايه؟ التيبل ده من اهم الحاجات حتى هيطلع في اخر الترم. انت عندك الميد ترم انا داخله فيه كل يعني اصل ده فايلم واحد اللي انت مستغرب ازاي المحاضره دي هتدخل، ده هو فايلم واحد هدخلهولك في الميد ترم وراك ايه؟ اعمل الهوم ورك عليك وهيبقى فيري ايزي ان انت تستوعبه من اي حاجه. اي فايلم ناخد بالنا يا جماعه شويه، اي فايلم حدث في الاول الجنرال هعمل التيبل بحيث ان البارتيشن الاولاني اللي هي الجزء الاولاني من اي تيبل هكتب عليه فايلر واسم، وهسيب مسافه بعيده شويه عن الكلاسز، ناخد بالنا هسيب مسافه بعيده شويه، هقول ان هنا عايز تعمل فيو اوف كومباريزون عشان هتكتب فيها كل الايتمز اللي انت هتتناولها جوه التيبل، يعني كانها اندكس. التيبل الاولاني البارتيشن الاولاني من التيبل هتكتب فيها انت عايز تقول ايه قدام، يعني معروفه زي اندكس. هنا هنكتب جنرال كاركتر في نمبر 1 لاتيني لاتيني، خلاص؟ هتتكلم هنا على اسم الفايل، وده مهم جدا. محط سؤال، على فكره انا برضو بعيد تاني، اي حاجه بقولها كسؤال في المحاضره مش شرط هي دي بتيجي، وعاده هي مش بتيجي بطريقه ثانيه خالص، انا بعمل لك ريفيجن يعني ريفرشنج لطريقه استخدامك للماده. الماده ما هيش صعبه يا سنه اولى خالص، الصعب فيها الصعب فيها ان انت بترميها في انت ما ترميش حاجه محتاجه افورت بالنسبه لك. هو قلت لازم لو مش يوميا لو تمسكها مرتين في الاسبوع من التيبل ده، انت اعمل التيبل ده وانت هتستريح. هي طريقه اولد شويه فاشل بس احنا ماشيين بيها من ايام اول تاكسونومي خالص في اي ماده ممكن تعملها تفرغ. الكتاب ينزل كمان الاسبوع ده، هينزل الكتاب هنشتغل منه، هقول لك ازاي تفرغ المعلومه وتديها عناوين جوه الكتاب. اول حاجه الجنرال كاركتر هتكلم على النيم. النيم ليه قلت عليه بلاتي هالمنفذ؟ بلاتي هالمنفذ لازم هتكتب معنى كلمه اي فايل معناها ايه؟ ليه انا قلت على فايلم ارثروبودا كده اللي هو كلاس انسكتا؟ انا قلت عليه كلاس من اهم الكلاس اللي انا بقدر اعمل ديفلوبمنت ثرو دي فايلم تيري بريتشن للكاريزما بتاعت الانسكتا اللي هي الهاير ديفلوبمنت ستيجز في الانيمال كينجدوم. عندها ريسبونس عالي، عندها سيركيلاتري سيستم اوبن، عندها ارجل مفصليه تقدر تتاقلم بيها في السراوندنج انفايرمنت تو ليف ان سكسسفول مانر، اللي هي ناجحه جدا واثبتت للبشريه وللانفايرمنت ولجميع الناس اللي اشتغلوا في هذا العلم انها قادره على ان هي تصل من العصر الجليدي الى الان بنفس الفاصل، يعني الفاصل اللي لقوها من العصر الجليدي ده قلت عليه قبل كده الى الان الانسكتس الانسكتس موجوده بنفس الاستراكشر. ده دليل على ايه؟ دليل على الهاي ديفلوبمنت، ربنا حباها بكاريزما وكاركترز قادره على ان هي تقدر تقاوم التغيرات البيئيه. عندها لايف سايكل فاريوس شيبس من الانديفيدوالز، كوبا، لارفا، هول ماونت، عندها
لارج نمبر من الايجز اللي هي برودكشن بعد ما بتبتدي اللايف سايكل ده كاكزامبل. عشان كده قلت لك انا من صلاحيات الاسئله في الجزء التاكسونومي ده الناس اللي اشتغلوا علموا على كل فايلم. كل فايلم له بيحيط بيه جنرال كاركتر، يعني الكاريزما بتاعت الفايلم ده بتاعت الهيتس فلاجن وورد. كل الكلاسز اللي انا هقولها بعد كده هتقول ممكن انا اقول لك قول لي 3 كاركترز جرامز بلو كلاس. الاولاني هو التوربلاري واللي انا قلت اسمه المره اللي فاتت ذا فيرست كلاس بتاع فايلم بلاتينيوم. ففي الاول خالص هقول النيم اوف فايلم، وانا قلت لك ان النيم اوف فايلم هنا فلاتن دور. يعني لو قلت لك بلاتينيوم ايكوال ايه؟ بلاتينيوم هيرمانتس، فتحت لك كده في الامتحان بوكس ايكوال ايه؟ هتقول لي فلات وورد. فلات ده هقول لك ايه؟ اكزامبل فلات وورد. ده نمبر 1. بعد كده هتقول لي طريقة الليفل ده دي الايتمز دي تولز لتعرفك على ازاي تفرق مادة التاكسونومي كايتمز، عمرك ما هتنساها. لو هتمشي بروسيديورز عندك هذا الاستراتيجي والفلسفه في تطليع المعلومه واعطيها نمبرز انت عمرك كساينتفكالي بتتداولها زي اي ماده ثانيه، لا دي ليها طريقه معينه. ليه؟ لان هي مش عمليه حفظ. الحفظ بيجي في ايه؟ في ستيب 3 او ستيب نمبر 3 نمبر 4 بعد ما تفهم ايه الاستراتيجي بتاعت الشغل. اوكي؟ فهنا بنقول بعد الليل هتكون طريقه الليفنج. ليفنج كل الفايل بالكلاسز بتاعه بيعمل ايه؟ بيعيش ازاي؟ ليفنج فري ليفنج ولا بارازايتس؟ طبعا انا قلت قبل كده خليك دقيق شويه، يعني انا ممكن في الاسئله بتاعت كوريكت دي فولوينج ستيتمنتس اللي هي بيقول عليها بالمعنى الجنرال اللي هو سوت رايت اور رونج او كوريكت دي كوريكت دي رونج مثلا فوكيب او رونج terms whatever the head of instructions. فبنقول ان المعنى ده بقول ان الناس اللي اشتغلوا في العلم ده عندهم دقه في الفوكابولري، اخراج في عرض الماده العلميه، ترتيب الكاركترز. لازم اقعد الاول اول ما تدخل على الكتاب بتعرف بيتكلم على general character followed by النيم بتاعها فيعرفك باللاتيني، لان طبعا معظم العلماء اللي اشتغلوا كلهم لاتيني الاوريجن. بعد كده بياخدوا السورس اوف انفورميشن واه بيشتغلوا عليه حاليا لحد دلوقتي، ولكن البيزس الانفورميشن الاساسيه هي من بدايه ما بتتغيرش، بتتغير تبع التغيرات دي. فبنقول ان تاني كاريزما بنكتبها بنتكلم عنها نوع الليفنج بارادايتس فري ليفنج، ولكن خليك دقيق. موست اوف ذا فايلم بتتكلم على معظم الانديفيدوالز ليفنج اورجانيزم اللي داخل الفايلم بتقول عليها بتعيش عيشه شكلها ايه، او كورسبوندنج للانفايرمنت فلازم تعيش اكواتيك فهتبقى فري ليفنج، فهتبقى عندها سيستمز بتحاكي الانفايرمنت الكالتشر الموجوده فيها. لازم تبقى ربنا سبحانه وتعالى خالق جوه حاجات ملائمه للبيئه اللي هو عايش فيها. فده تاني اكزامبل. بعد كده هنتكلم على كل السيستمز. انا قلت لك فاينل بريتنسز ابتدت العمليه تبقى كومبليكيتد شويه في الرقي في الادفانتج كاركترز ادفانسد في البيهيفير. فبالتالي هلاقي اول الشكل اللي هو فلاتند وقال نوع من انواع كلمه زياده اللي هو باي لاترال سيستم. هتقول ان الاستراكشر اللي جاي كل السيستم، انا مش هتكونش انا عليك عشان اديك مساحه، كل السيستمز هلاقي هيبتدي ان الشيب بتاع الانديفيدوال يتغير وترسم الرسمه اللي انا قلت لك عليها انت مطالب بيها جوه التيبل. جوه التيبل يبقى انا كل ده فين؟ في مرحله الجنرال كاركتر. عشان كده بسيب لها مساحه كبيره ان كل ما بدخل في كل كلاس بلاقي فينومينا، بلاقي نيو انفستيجيشنز في الايدنتيفيكيشن فوكابلوريتي. فانت بتجيب الهايلايت اللي هو الالوان بتاعتك بتدي كل
طبيعه او كل استراتيجي في التيبل ده، كل ايديولوجي، كل فكر انت حطيته في اخراجك هنا بلون، يعني هتدي الادفنتيشن لون بينك، الفينومينز اللي هي الظواهر الطبيعيه او الظواهر العلميه اللي موجوده داخل الانديفيدوال جوه كل فايلر هتديها بلون ثاني. السيستمز، كل سيستم ان انا هعمل كومباريزون في الفايلر اللي بعديه، هقول لك ايه اللي خلاه يبقى الناس اللي اشتغلوا حطوا الانديفيدوالز دي في الفايلر ده. هل وجود كومبلكس سيستمز؟ هنشوف. هل تلاشى بعض الكاركترز؟ هنشوف. هيبقى محط كومبير. عشان كده لو بدون التيبل ده مش هتعرف الكومباريزون ترد عليها، مش هتعرف السيميلاريتيز يعني ايه، يعني ايه اللي خلى الفايلر ده يجي فولوينج للفايلر اللي قبليه. ده اكيد في سيميلاريتيز وراها، ما اقدرش اجيب ارثروبودز ورا الريتينيتز ليه؟ ليه انا حطيت مجموعه المفصليات ورا خالص؟ كل ده هنذكره في الجنرال براكتس. هيبتدي يظهر سيستمز. قبل ما ادخل للسيستمز انا اتكلمت على شيء بتاع فلاتن بايلاترال سيمتري، معناها ايه؟ يعني الانديفيدوال يمينه زي يساره. كل السيستمز اللي جوه ابتدت تبقى فيه حاجه اسمها نيرفس سيستم مش موجوده قبل كده في الاسبونجز ولا في البريمتيف فايبر. ابتدى يبقى موجود حاجه اسمها كومبليكيتد دايجستيف سيستم، وان عليها تحفظ شويه ان هي بتبقى فيري سمبل داتس اكوردنج للانفايرمنت. لو والله هي بارازايت هيبقى الانديفيدوال مش محتاج ان هو يعمل دايجيشن ولا ابزوربشن كتير، لما لو محتاج يبقى هو فري ليفنج ياخد طعامه بايده بعرقه كده ويقطعه، يبقى محتاج ايه يا طلبه؟ محتاج ايه يا ترى؟ محتاج ويل ديفلوب دايجستيف سيستم، عنده انزيمز، عنده بيقطعها بفيركس، عنده بعد كده ابسوربشن عن طريق الانتستن، وايه؟ وبعد كده يبقى بيتكلم على الدايجيشن زي ما قلنا المره اللي فاتت. بعد كده هيتكلم على السنس اورجنز اللي له علاقه بالنيرفس سيستم، ولقينا عنده كيمو ريسبتورز اللي هو اكواتيك، عنده اي سبوت، عنده خلايا بتبقى يعني كورسبوندنج او اكوردنج للطريقه بتاعت ده. كل ده له علاقه بالنيرفس سيستم، بلس ان لقينا ان عنده ابتدى يبقى عنده نيرف كور طالعه من العقد العصبيه نازل الحبل العصبي، ده بيرتقي الانفيديو. كلام واضح ولا ايه؟ انا شايفه تقنيحه كده مش واضحه. لو قرينا بقى المحاضره اللي فاتت انا عشان كده بعمل ريفيجن علشان بس ايه ما اقدرش اشكل التيبل والظروف اللي كانت الكور مش موجوده او موجوده في مكان تاني. قبل ما ادخل في الريبرودكشن سيستم اتكلمت على الماسكولار سيستم. ماسكولار كل ده فين يا كل ده انا في انهي حته في انهي بارتيشن؟ في الجنرال كراك انا ما خدتش خالص في الايه؟ في كلاس نمبر 1. اتكلمت على الماسكولار سيستم ولقيت ان هو وجدوا في الفايلم ده ماسكولار سيستم ويل ديفلوبد، عنده لونجيتيونال ماسل فايبر، عنده سيركلر ماسل فايبر، عنده فوق المنظومه سيلز بتعمل كوردينيشن ما بين كل الايه الفسره من الجسم. طيب اتكلمت المره اللي فاتت عن الاكسكريشن صح ولا لا؟ اتكلمت على الاخراج وقلت لك الاخراج او الاكسكريشن لازم نتكلم فيه على حاجتين زي بالظبط ما انا ذكرت. قلت لك لما انا اقابلك في الامتحان اقول لك يعني ايه ذاتي هتكتب لي ايكوال الاكسكريشنز. كل انديفيدوال او كل كائن حي ورا اصل مشكلتي يا جماعه والله انا لما بلاقي همس كده ما اعرفش اشتغل، مش عايزاكي بالعافيه يعني فولو مي، لا اتس اب تو يو زي ما انا قلت. يعني لو واحد في المحاضره انا هديله الحق، فاحتراما بس لوجودي حتى اعملي كونسنتريشن زياده عنك. اوكي؟ هرجع تاني الاستراتيجي بتاعت الادابتيشن والاكسكريشن. ابتدى ده اول مره نتكلم على يعني ايه اكسكريتوري سيستم. هتتكلم فيها على حاجتين.
او الفكر بتاعه الشغل بيبتدي ازاي بالاوزمولاتري اوزمولريليشن. كمان لو هو عنده كومبليكيتد في الاستراكشر هتقول الاخراج بتاعه بيستمر او بيبتدي ازاي ويخرج ازاي. فهنا اتكلم على الاكسكريشن واعطاله كلمتين بين قوسين بالاوزمولاتري فانكشن، لان الجسم الايه بيكولكت الويست برودكت ويسيب النيوترينت اللي جوه يستفاد بيها، وبعد كده كولكت ايت ان يعني ثرو ذا تيبيولز فيري ثين تيبيولز وبيخرجها عن طريق الكورس بره بايه او 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 بي في بعض الانفيدوز بالايه بالخاصيه اللي هو ثرو ذا سكان للانفايرمنت دايركت. فهو بيقول كده نوع الاكسكريشن نوع الشغل فيها ايه؟ فهيكتب خلاص؟ بعد كده لازم تكتب تحت دي اليونت اوف اكسكريشن، يعني انت عندك اليونت بتاعتك بتاع الجهاز بتاعك ليها اسم. نفرض هو هيكتب برضه هنا اليونت بتاعك الاسم. خلاص؟ فده اللي انا كنت حابه اعمل اسقاط عليه، ان المره اللي فاتت ما اتكلمتش هو كان في الاخر ملخص، ولكن انت بترد بقى عليه لازم مش هينفع المقرر الثاني بحط عليها البيل براكت، مش هينفع الكتاب هشتغل منه، لان الكتاب معمول على فكره. انا بقول الكتاب برضه باكد ان ده مش بتاعي، ولكن في الجزء ده رجاء تلتزم بيه، يعني اي حاجه هتستعين بيها شغل لاتيني كلام مقرر جديد عليه، عايزه ديكشنري، عايزه بترجع للمعلومه سبيلنج ميستيكس، فما تاخدش من هنا ومن هنا وانت عندك الكتاب بتاع القصه. اخر خاصيه في الجنرال، يعني انا اتكلمت على دخلت في الكلاسز ولا لا المره اللي فاتت؟ لا دخلنا التابلاريا. خدت التابلاريا؟ في كلاس التابلاريا اتكلمت عنه؟ يعني نبذه كده اتكلمت عنه، يعني قلت زي الجنرال قلت لك اكزامبل ده بس. فهنتكلم هنا برضه كل ما نيجي في الجنرال كاركتر يا جماعه عايزين نقول خاصيه نقول مثلا زي اكزامبل مثلا. فهنا بيقول في الريتروداكشن انا عايزك تعرف من الباراجراف ده ان هو بيحصل له ريبروديوس ازاي وقال اكزامبل زي فهو قال الكلاماريانز. فانا كنت معاك المره اللي فاتت اي مثلا كلاس اي فايلر فهتحط تشيل اخر الفايل تحط اي اي ان اس يبقى ده بيتكلم على مين؟ على الانديفيدوالز، على الايه الناس اللي هي بسكنهم الناس اللي بيشتغلوا في هذا الجزء قالوا ان دول اسمهم كلاماريانز. والكلاماريانز احنا عارفين عندها تو كاريزما مهمين حد يرد عليا ايه هي؟ ها؟ ماشي ايه تاني؟ سيفلايزيشن اللي هي بتعمل الجزء الاولاني ياخد شكل معين. ايه تاني؟ تاخد بقى من جنرال كاركتر. بايلاتيرال سيمتري وايه؟ لا لسه دي مش البروتوستوم. ها؟ انكمبليت ايه تاني؟ اول يعني ماشي قبل ما تخش كده خلصت يا جماعه اول حاجه بقولها على ماشي اول حاجه اول كلمه فلات وورمز فلات وورمز يعني مباراه قوي يعني اهو فلات وورمز يعني خدي بالك معلش من جنرال كاركتر فلات وورمز وكل بقى اللي قلتوه برافو عليكم هنا دي بتعمل على الكلمات اللي بتعمل كلمات ار كيبل اوف اي سيكشوال ريدكشن هي فيشن اولسو عندها فيشن يعني ايه فيشن؟ بتنشق كده عشان تعمل فاينل فيشن اولسو كيبل اوف ريجنريشن يعني بتعيد ها تدمير التيشوز والكلام ده وتعمل well developed inferior. Examine both anterior, posterior, and lateral polarity. They are hermaphrodites, but usually exhibit cross fertilization. مش عايزه بقى الجزء
اللي تحتيه، يعني انا عايزاك تعرف ان هي هي المفروض يحصل لها ريبرودكشن ازاي بالفاينل فيشر، وهي عندها من قبل كده شويه كاركترز احنا عارفينها غير بروجاستيك سوليميت. خلاص؟ كلاس بريماتو اتكلمت انا على تيوبلاريا وقلت لك شويه اكزامبلز جواها انكمبليت دارك، اتكلم على السكريشن وشرحنا الشكل العام بتاع السكريتوري سيستم، شرحت لك التي اس بتاع الكولاناريا بيبان الانتستين والدارك محاط بالسيركلر والمسلز، وكمان البادي وول محاط بلونجيتودنال سيركلر مسل فايبر وجواها بريماتو، دي التي اس بتاع الكولاناريا. فهو هيتكلم على تاني كلاس، الكلام ده انا هحطه فين هنا؟ في التيبل. تحت بقى خالص معلش اتكلمت كنت على الجنرال كاركترز، تحت خالص عشان يبقى في فيو اوف كومباريزن بين ثري كلاسز اوف بلاتينم ممبرز، هتكلم على ان انا بعمل تيبل صغير انسايد التيبل ده اللي هو بعد البارتيشن ده. هتكلم هنا على جنرال كاركتر اي ايدنتيفيكيشن، هاخد بارتيشن تاني اقول عليه هنا كان ايدنتيفاي او ايدنتيفيكيشن، بعدها الفينومينا اللي هي الصواغر بقى اللي بتبتدي مش موجوده زي الدايزس والانسكتا وزي اي حاجه هنا هتبان معايا هقولها بيبقى بهايلايت لون تاني. اخر بارتيشن او لسه ما اعرفش الاخير او الايه، كل ما يظهر عندي اشياء انا عايزه اعمل ستوب عليها اكتبها في الاخر. ممكن في الاخر خالص اقول فايند او فيو اوف كومباريزن والفيو اوف سيميلاريتيز. ها؟ او فيو او الفايندز اوف ديفرنسز، يعني الفايندز اللي انا بلاقيها مختلفه دي هتبان امتى؟ لما اعمل الكلاسز بقى بتاعتي. صح؟ صح يا سنه اولى؟ مش هتبان الديفرنسز ولا السيميلاريتيز غير لما اعمل التولز بتاعتي. ايه هي التولز اللي انا هقدر اشوفها الظواهر العلميه اللي ممكن اعمل كومباريزن بين ده؟ لما ابتدي اخد الانديفيدوالز اللي جوه الفايلر، الناس اللي اشتغلت على الشغل ده قالوا لا والله احنا لقينا جوه الفايلر في صفات بتجمع ما بين كل الانديفيدوالز، ولكن في نفس الوقت بيختلفوا في صفات ماركت، يعني اوبفوس قوي كلير زي ما بيقول كلير كريستال، يعني زي تعبير بيقول واضح وضوح الكريستال، كلير كريستال بقول ازاي انا اقدر اعمل كومباريزون بين كلاس 1 وكلاس 2 وكلاس 3. الاولاني كان اسمه ايه؟ الثاني بريماتور. خدت هنا اكزامبل مين؟ كلاناري. هنشوف بقى هيتكلم على كلاس نمبر 2 ازاي. هو بيقول هنا كلاس بريماتورا الكلاس اللي هي الفيديوز بيسميها تاني كلاس، يعني ذات ليف از بارازايتس، برضه مش عايز يجزم اذا كانت هي كلها بارازايتس فري ليفنج. دايما الناس اللي بيشتغلوا في الجزء ده الدقة العلمية بتاعته ما يقدرش يقول فاكت في الحتة دي، لأن طبعا كل فايلة من إيه في الآخر تحتها عدد مهول من الكلاسز، فهيبقى مش قادر يعمل فاكت، ما يقدرش يقول إن كل الانفيدوالز لقوها بالسيرفي بتاعهم لقوها بارازايت. لسه الانفستيجيشن شغالة لليوم، ممكن حاجات الانفايرمنت بتغير منها، فدايما اقول ذات ليف از بارازايت ايذر اون اور ان يعني على او بالداخل اذر اورجانيزمز. طبعا احنا كلنا عارفين طريقه البارازايت بارازيتك يعني بيهيفير، يا اما جوه الكائن اي كائن حي يا اما على اي كائن حي. اوتر بودي ليت سيسيليوم الاوتر بودي بتاع اي تربلاري او اي كريماتود، اي كريماتود هنا ما اقدرش اقول كريماتود يعني مش نافعه، فبيقولوا زي مثلا بلاتينيال مانفيز او كريماتودز
بالاخر اس معناها انديفيدوال. انت عايز تقول حاجه هنا؟ دكتور حضرتك مثلا في الامتحان جبت قلت ماتودا ليف ازبر بازيتك ده يعتبر صح ولا غلط؟ لا مالكش دعوه انت ذاكر وصفي اللي هي وهتعرف تتعمل. مفيش حاجه اسمها انا هقول لك الكريمه كلها انا ما اطلقتش يعني مش كل حاجه يبقى فيها شكل. انت يعني برافو عليك انت خايف. لا ما تخافش لو هتكتبها لي لو هتكتبها لي في الكوريكشن صم في كريماتودز هحسبها لك صح بس مش كل حاجه بقى صم هحسبها لك صح. لا في حته الليفل التايب اوف ليفل ها ما اقدرش زي ما ذكرت خالص معظمهم بارازايتس ماشي انا معاك معظمهم في الليفل انا الحته دي يعني ما تشغلش بالك. فاوتر بودي ليكس السيجن ما عندوش سيجن اكتملت از لير اوف لايكو بروتينز يعني التجمنت بتاعها يعني الجليد الخارج اللي هي مغطي البادي عنده لير اوف لايكو بروتينز ده نوع من انواع تكوينات الجلد اللي هي الفونسيت ذات ار امبورتنت ان بروتكشن مهم جدا في الحمايه والابسوربشن طبعا في الامتصاص. عندها تو ساكرز اللي هو مين؟ تريماتول اورال ساكرز يعني في الاول في قدام في مقدمه البادي هيلاقي اورال ساكرز ويتش اتاتش تو اورجانز اوف ذا بوست يعني ما دام في ساكرز يبقى بتستخدم يا اما تثبت نفسها على سبستريت على مساحه من الارض او مساحه من البيئه بتاعتها علشان تعمل الليفنج بيهيفير بتاعها يا اما بتثبت نفسها على البوست اللي هي بتستفاد منه. فنترال سكن يبقى اورا وفنترال اور اسيتابول يوز تو اتاتش تو ذا بوست. طيب تايب اوف بوست لمين؟ للكيماتود عندها هي لما قبل ما نتكلم على التايب اوف بوست لازم نعرف طبيعه الانفيتور اللي داخل عليه ويعني وتشوف شكله ايه وتشوف طبيعه عمل الدنيا ايه لازم تعرف طريقه اللايف سايكل بتاعته. ايه هي اللايف سايكل؟ اوفن هاف انا يعني على فكره في اللايف سايكل مش صم يعني انا عمري ما هقول لك اقول لك ارسم السؤال الاولاني ارسم لايف سايكل اوف بتاع حاجه خالص دي That's يعني انت دلوقتي طالب جنريك تبقى عايز كومبلكس لايف سايكلز ذات alternate between sexual and asexual stages معناها ايه؟ خلي بالك السطر ده مهم جدا بيقول ان اللايف سايكلز بتاعتها كومبلكس يعني عندها معقده شويه ده فايده ولا مش فايده؟ فايده ايه فايدتها؟ برافو عليك لما هي بتعمل كوركت للليفل بتاعها او بتتاقلم تعمل عمليه اكلماتيزيشن اكوردنج تو تايب اوف ليفل عشان تاخد الاند ريزلت في الاخر ان هي تو بي ايبل تقدر او تستطيع ان هي تو بي ايبل ان كوركت بيهيفير عشان تعيش ليفل سكسسفول يعني بطريقه ناجحه في الاخر ما تقضيش كده في سنه من السنين اقول ما فيش كريماتوز ما فيش تورتلاري ما فيش كلام لا هي عارفه ربنا سبحانه وتعالى وهب لها الكومبلكس في اللايف سايكل عشان تتراوح ما بين السيكشوال والايسيكشوال ستيج دي معنى must require at least two different kinds of hosts to complete their life cycle يعني عائل اولاني وعائل ثاني دي حقائق انا معاك فيها حرص definitive host هو primary host the host in which the parasite matures and is produced sexually. الفرد الاولاني هقول لك طبيعه العيشه بتاعته ايه؟ يعني الانفكشن بتاعه ايه؟ هتكون سيكشوال. ال intermediate host اللي هو in which larva stage develop and undergo asexual reproduction resulting in an increase in number of the inherited early life cycle. General life cycle اللي هو بتاعت الشاينيز ليجر كلاب
بيقول عايزاك بس تعرف حاجات مهمه جوه اللايف سايكل. احنا اتفقنا ان الجين فلاكس بتاعك التريناتودز ليه انا بقول لك ديتيلز على نفسك؟ عايزه اعرف حاجه اقول لك الفيز بتاعها اللي هو الافكت، هل الادارت بيعيش ازاي؟ هل ايه هو اللارفا بتاعتها؟ مهم جدا تعرف اسم اللارفا. اللارفا بتاعتها اسمها ايه دلوقتي؟ هو هنا بيتكلم، همر عليها بسرعه شويه. ده دي حقائق ان الادلتس ليه بايوكس اوف هيومن. يبقى ده التريماتود بتعيش فين؟ الادلتس في الليفر اوف هيومنز dogs and cats. There are two intermediate hosts in snail and fish. ده الانترميديت هوست. لازم الحاجات دي تعرفها، اكتبها بلون تاني. انا كل ده في البارتيشن بتاع كلاس 2 بتكلم كل ده عنه، عن اللايف سايكل. هتدي الوان معينه، هايلايتس معينه باسماء الايه؟ الحاجات الماركت، يعني اللي انت ما مرتش عليك قبل كده في ميني كلاس. ناخد بالنا اجزا، ناخد بالنا من السطر اللي جاي بيقول ان الاجز are passed out of the definitive host and hatch as assimilated larva for miracity. يبقى الحفظ اللي انت هتقوله بس هنا اسم اللارفا بتاعت البريماتودز دي هتكتبه ايه؟ ميراسيدي. طبعا يعني كلنا عارفين الميراسيدي هي سيميتد عشان بتعدي مرحله معينه عشان تقدر تتجاوز فيها زي ما قلتوا المراحل اللي هي unfavorable conditions، يعني الحاله اللي غير مواتيه، الظروف اللي هي غير مواتيه بتعارض، هي بتقاوم، عندها high resistance لل unfavorable conditions دي ميراسيديا انتريتس. هنا بقى لايف سايكل انتريتس هتعرف ازاي تطلع ميراسيديا وتقاوم المواضيع بتاعت اللايف سايكل. انتريتس للسنيلز مولاسكا از هوست اند بيكمز اسبوزيس. يبقى اذا هو حتى هنا عطيها لك بالوان مختلفه بيقول لك دي لازم تتحفظ، ميراسيديا اسبوزيس. يبقى هي طلعت لايه؟ بعد الانتريشن ده عملت اسبوزيس في اندر بو اسيكشوال ريبرشن. هنا مرحله اقدر اقول لك عليها سؤال، يعني ممكن انت تتلخبط بقى، هقول لك لحد فين الاسيكشوال او هيبتدي منين؟ من انهي اسم؟ من انهي ستيج؟ من انهي طور؟ طور ده فيز يعني في اللايف سايكل. هيقول تاخد بالك قوي من كل الفوكابلري اللي انا ملخصه قوي باوربوينت عشان كده، عشان كل سطر فيه كميه من الحاجات اللي بتبتدي تظهر. دي اندر بو اسيكشوال، مش واخد بالك انت؟ كل ده اسيكشوال ريبرودكشن producing larva called ready. لحد هنا اسيكشوال والاسماء اللي انت بتعملها مختلفه حتى في مصر. ريدي دي اوفن اسيكشوال بتدوس مور ريدي، يعني هي بتبقى اكتر but will eventually give rise to larva called circaria. طبعا الكلام ده خدته قبل كده. ما خدتوش مين عرب؟ بس هتعرفها اسماء هي جميله عندك الوان كده. وصلنا للايه؟ للسرداليا. انا واحده فيهم سيليتي يا جماعه؟ سيليتي؟ لا نصحصح مع بعض. ميراسيدي. ليه هي سيليتي؟ ها؟ لانها البيهيفير بتاعها بيتطلب وجود السيليا عشان تعمل موفمنت، لانها في الاكواتيك انفايرمنت وات ايفر. هي قد ايه بروتكت ات سيلف؟ اصل الكلام ده مش يعني بيت شعر وانت هتحفظه وتروح. قد ايه هي تقدر ايه بروتكت ات سيلف؟ ليه؟ اديني اماره كده. علي صوتك، اسمك ايه؟ اه مين اللي بتاع؟ ايوه
ألف شكر والله للظروف إن أنت هتجاوبي. أنا حاسة إن أنتوا مش مركزين خالص. طيب اسمك إيه الأول؟ ها؟ رواد؟ طيب ليه هي قد إيه؟ أنا بس بسأل يعني مش هتجاوبي. ليه قلت إن المراسيل دي تقدر إيبل تو بروتكت إتسلف؟ برافو. إيه تاني؟ هي قالت عشان عندها إن يعني برافو عليها قدرت تقول إن البادي اسمه إيه؟ أنا نسيتوني. مش عارف مش عايزة أقول معاكم كتير قوي. الإنتيجمنت بتاعها اللي هو الفلاني صح؟ عنده أز يعني قالت معلومة إن هو عنده درايف بروتين وده مهم فين زي ما هو قالت. مهم في ايه؟ في البروتكشن وايه تاني؟ برافو عليكي، خلاص مش عايزه منك حاجه تاني. حد يقول لي بيهيفير تاني اني اقدر تعمل بروتكشن لنفسها اكشوال بقى ميكانيكال الشغل بقى. ها؟ برافو عليكي، يعني هي قدرت تخش جوه السنيلز وتعمل نفسها وبعد كده هتحصل بقى الجنريشن واللايف سايكل. يبقى انت لو ما عرفتش واحده هتقدر تجاوب على ايه؟ على التاني. طب يقولوا هنا لحد هنا انا اسيكشوال ولا سيكشوال؟ تمام. زي ليف يترك بيتركوا بقى اللي هو المراسكن بوست اللي هو الفيرست بوست ولا السكن؟ ها؟ فيرست خلاص بيتركوه بتتركوا كايه؟ كاسم ايه؟ ناخد بالنا من هنا عايزين تتجاوبوا. ايوه قولي لها ايه؟ شكرا. انا فين ولا ايه؟ صباح الخير. بتطلب ايه؟ ايه اللي بتطلب؟ وبتطلب ايه؟ عرفتي بقى ان انت مش معايا؟ ها؟ اسمك ايه؟ ايوه البسي النضاره كده. مين قال لي؟ مين هيقول؟ بتسيب الاسنان. هي دلوقتي بتطلع من الملاسكة عنوز. ها؟ سكن؟ لا هي بتطلع لسه ستيل جوه الفيرست بوست، هي بتخرج خارج الهوست ده اند بتنشرين فيش، لان انا اتفقت معاك ان هي عندها كام هوست؟ تو اثنين. ايه وايه؟ سنيل مورسن وفيش. هي دخلت في مرحله مين؟ فيش. السكن هوست. بتدخل مرحله السكن هوست وهي الريبرودكشن بتاعها اسيكشوال ولا سيكشوال لسه؟ Asexual. لسه ما اتكلمتش. بيقول they insist. insist يعني ايه؟ بتتحوصر in the fish tissue as a meta circle واعطاها لون هايلايت. يبقى انا هقول لك اسم اللارف بتاع الفايلم ده اسمه ايه؟ تريماتودز. اسمها في السكند هوست ايه؟ او الستيج في السكند هوست بتاع كريماتوز ايه؟ هتقولي عليه اسمه؟ تمام. عرفت بقى غلط الاسئله هنا مش حاجه اقول لك سمع من روحك في السايكل ايه؟ خالص. فعايزه حته حفظ مع فين؟ فالكونسبشن اوف انفكتد فيش ريزلتس ان في ميكاسكتاريا existing in the gut and migrating to the bile duct. ده فين كل الكلام ده؟ جوه الفيش. لان هو في الاول خالص قال لك ايه؟ ما هو بارازايتس على ليفر والبايل داكت للهيومن او للكلب. برافو عليك. دي كانت اللايف سايكل لحد ما يعني كل الكلام اللي انا قلته في اللايف سايكل انا جايبه لك على سامبلز اوف فيجرز بالظبط. خدت من يعني طريقه تفريغ بقى للباراجراف وكتبته لك بطريقه انترستد شويه. هو هنا في الاسنين هو دخل الفيش دخل دي بقت الميراسيديا اهي شايفين اللي تحت خالص بعد ما بقت في الاسنين دخلت في الميراسيديا وبعدها كانت على هذه السرطانية ودخلت في الفيش نزل البايل داكت لحد ما وصلت اكلها للهيومن وصل الليفر او البايل داكت للهيومن. يعني طريقه مفرغه للانترستد فيجر للايف سايكل بتاع
في مدرسة. الشيست صوبة هنا اكزامبل اخر، انا هسيبهولك بقى مش بطلصق. انا طلبت من بتوع يوم الثلاث والاربع، هبتدي اقوله دلوقتي ان انت بعد الميد تيرم اللي عايز يعني اب تو يو ان انت تيجي تعمل لهم كتاب تيبلز كتير وتصورهولي، او لو انت عايز تجادلني فيه او تقولي انا هقدر اعتمد عليه اعتماد تام في بعد ما طبعا الكتاب ينزل وتفرغ، طبعا في حاجات في الكتاب هرجع اقول لك انا عايزه الباراجراف ده في الباراجراف صغير ايدنتيفيكيشن صغيره خلاص. هتيجي تسيبهولي على مكتبي او في الساعات المكتبيه اللي انا فيها طبعا موجوده سبت وثلاث واربع وخميس، شوف اي يوم كده وقول لي في شوف في اعتراض على الورقه ده اب تو يو على التيبل وهكذا. من ضمن ده انا بديك هوم ورك، وبعد كده الاسبوع اللي جاي انا هسيب لك بقى اسبوع بعد الليكتور، يعني بعد المحاضره او اول محاضره هشوفك فيها هقول شيست سوم عملت فيها، هتطلع منها كل الجنرال كاركتر، حاجه بسيطه جدا شيست سوم دي حاجه هتقول لي عليها جنرال كاركترز هي فلات ورم ولا ايه، بتعيش ازاي، اللايف سايكلز بتاعتها ايه، اهم فيها ريبرودكشن سيكشوال ولا اي سيكشوالي، الهوست الاولاني بتاعها ايه، بتعمل ايه، اسم اللاربه بتاعتها في الهوست ده ايه، وهكذا زي بالظبط ما انا علمتك فين؟ في التريمر وفي الصعبه دي هتشربها مش عايز تعملها؟ السكوت عن هي على فكره ما عليهاش درجات، يعني انا مش هديك بونص، طبعا انت عندك 40 درجه بتلعب فيهم او 50 دلوقتي صح؟ مش محتاجه بقى بونص يعني. ده انت مطالب فيه، انا ممكن اقدر اسالك سؤال في الامتحان عادي. شفوي، ميد تيرم او ايه؟ نظري، كنت ناسيني نظري. خلاص؟ يبقى ده حصل. هتكلم على كلاس سيستودا. سيستودا ده الكلاس الاخير من الفايلر بتاع ايه؟ الفايلر دي لا تعلمها. عايزاني افكر في السؤال على المشروع ده. حد يقول لي 3 كاركترز زيه زي ال 2 كلاس اللي قبل. ربنا على صوتك بقى اسمك ايه؟ رواد برضه؟ لا ماريا. ها؟ ماريا. ماريا ماشي يا ماريا قولي تاني. ربنا يحفظك. ها؟ لا يعني ايه؟ سيبي حته السيفيلايزيشن دي للبلاناري. اوعوا يعني برافو عليك ان انت ذكرت الحته دي. لما اجي انا اسالك سؤال خليكي معايا واقول لك عايزه 3 كاركترز، انا ما غلطتش 3 كاركترز اول حاجه فلات وورمز، جبت ليه ودخلي نفسك في الغلط؟ ما تسيبي راسها دي بتاعت البلاناري مفيش دعوه بخاصة. دي خاصه للتغير. مش معنى كده ان انا مش هلاقي، لا هلاقيه، بس ليه اورط نفسي في صفه ما تبقاش يعني بنفس يعني مش متفصله، ها؟ مش فيك عليها. هي موجوده هقول لك ازاي. تاني بقى حاجه، اول حاجه قلتها ولا يمكن تاخدها، انا قلت لك فلات ورمز. يعني انا هتبقى بور انسر، يعني في فرق ان انت تديني اجابه فعليه، يعني اعرف ان انت ذاتي وعامل هوم ورك وواضح معايا. حته الفلات ورم ماشي هبص لها، بس لما انا هديك درجه زي دي، بس انا هدي التاني درجه عاليه. هقول تاني غير الفلات ورم ايه تاني؟ تمام. انسترومنت. ايوه. انكمبيوتر. بايلر. تمام. فاهم؟ انا بقول ثلاثه عايزه، انا عايزه اوصل لك بحاجه، مش معنى كده اي حاجه بقى اقولها لك هتقول لي دول. لا هقول لك سبيشال كاركتر للكلاس لازم هتتكلم، دول مش هبص لهم. خدت بالك السؤال؟ السؤال ده مش هجيبه والله في الامتحان، ما تكتبش. نفسي تفهم. ويا ريتكم تجاوبوا في الاخر. احنا بنفهم. ده الاسئله خليك زي، انا عمري ما هجيب سؤال قلته في المحاضره، انا بقول لك ازاي؟ يعني خليك انت قوي، يعني خليك
بتسكتي المحاضره زي عبد الرحيم عمرك ما عمرك هذا الكلمه لازم تكون فاهم لازم تفولو لازم تعمل هوم ورك زي ما بقول لك صفي نيتك اول الماده دي انت داخل كنت عارف المعمل ده المادة دي ايه يا بني انا كنت الفيديو اللي ما بيننا لعلمك المادة دي اللي خلتني اتخصص في القطاع يلا نحاول يا رب خلي بالك خلي بالك عرض المادة وطريقة انا قلت لك فيه في الهارد كوبي او في الباور بوينت هتلاقيني كاتبه حاجات لابد ان انا اكتبها لترتيب الماده العلميه مهم جدا يا سعدون ان انا مش لازم كل حاجه اقول لك اهي اخد بقى اللي دي الامتحان لا لازم ترتيب الماده ما اقدرش اقول لك ان ده الفايلم دي لازم انت تفاري انت بس اللي انت بتذاكرها من غير كده مش هتترص في حاجه اسمها برزنتيشن او انفورميشن انت ما تجيش ليله الامتحان تفتح الكتاب وتقول بسم الله الرحمن الرحيم انا بقى هقفل الثلاث ايام عمر ما دي هيمشي معايا يا باشا كده خالص وانا قلت لك حاجات في الترم الاولاني حصلت ولا لا؟ اه والله واللي باشا زي ما انا قلت له جاب سكور عالي صح ولا لا؟ وهقرر تاني وتعتمد على 50 درجه في المعمل عمل ايه؟ كلام ايه؟ حلوين انك تقفل العمل بس انت عايز سكور عالي عشان تتخصص مش عايزاك تتخصص يا سيدي عندنا تتخصص برضه دي مادة عندك 100 درجة ليه ما تبقاش تقدر تسميك؟ المهم يعني أنا عارفة إن طول كلامي ده بروح بتسجل حركتي بقى في المادة دي بقى قبل كده في المحاضرة أنا قلت لك إيه؟ اسمعوا الدكتور هنا أنا مش عاجبني خالص ولا بتجاوب بتتكلم أعطي سؤال دلوقتي اسمه هنا عمل أكسكيشن انت بقى جاي بقى صعب والدور عليك ماشي؟ طيب لو فاكرين في المحاضرة الأولانية قلت لك حاجة مهمة جدا إيه اللي خلى الناس اللي بتشتغل في الشغل ده ما قالتش كله تحت الجنرال كاركتر تاني ليه؟ لان هيبتدي يبقى في الدايركشن اوف ديفلوبمنت تبع الارض ان انا محتاج اخش بقى على الفايله اعدي المرحله دي صح؟ مش على طول حق يعني مش هنام في ايه؟ في الفايله بتاع بلاك ميتس اوكي؟ هدخل ايه امارتي ان انا ادخل في الفايله اللي بعد كده؟ ان الجراديشن او الكيرف بتاع الديفلوبمنت أرو ناحية إيه؟ ناحية آخر بلس يبقى معنى كده بالماتيماتيكال بقى أيديولوجي أو استراتيجي الديفلوبمنت هنا أكبر من الكلاس بتاع الفايل اللي قبليه صح؟ وده هبتدي كده أكبر مش دي تقول على علامة لارج مور لارجر ذان أو كده صح؟ مثلا تبرر حتى ما لا دي اكبر من دي كده لا العكس والله انت مش عارفه احنا مسجلين خلاص يبقى ارجع تاني انا شفت ده ان اخر كلاس هيبقى الادفانتج عالي ولا لا؟ بس ستيل تربطهم ببعض رابطه عائليه صح؟ يبقى الثلاثه من ايه؟ من فايلم واحد كلهم بيقعدوا يتغدوا سوا يبقى كلهم مع بعض نفس الاوف نفس الايه؟ نفس الاستراتيجي بتاع الشغل. يبقى اذا هدخل انا في الجنرال مورفولوجي بتاع ده هلاقيه نقط شويه يعني ابتدت العمليه تبقى كومبليكيتد. هل ده تاخد بالك قوي من اللي انا هقوله؟ هل ده معنى ان دي متطوره شويه او ظهرت حاجات ما هياش موجوده في كلاس تريماتودز؟ هل ده
هل ده هيعفيها ان لازم بقى الباجيست سيستم يبقى فيري كومبلكس النيرفس سيستم يعني عنده جهاز بقى كده والداتا شو بقى طالع من المونيتورز وكده؟ لا 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 خالص. ربنا سبحانه وتعالى لما جه خلق ولقينا ان التطور في حد ذاته هو الديسابيرنس اوف كومبلكس. يعني عندك اضرب لك مثال، زمان اول ما اخترعوا الموبايلات كان الموبايل قد ايه؟ دلوقتي ايه؟ دلوقتي كمان بيشتغلوا على ان الشغل يبقى فيري تيم، يعني الدرجه الديجري اوف ديفلوبمنت مش شرط بيعلو او كبر الاوردر بتاعه، ومع ان في سيستمز اللوكيشن بتاعها والكومبلكسيتي بتاعها في الاستراكشر مقبول. يعني ممكن الاقي بعد كده في الفايل اللي بعد كده هلاقي بام سيستمز كلير، لان هو موجود بصفه بوتنت اقوى حاجه. يعني فور اكزامبل مثلا اللي بعد كده هدخل في الايرث وورم. ايرث وورمز اللي هي ايه؟ دوت الارض دي عندها بوتنت ديجستيف سيستم. ليه؟ هندور كده لو ان هي مرتبطه بنوع الطعام بتاعها. انا عايزه بس يعني اعرب لك اللي انا بقوله صح، ان نوع الطعام بتاكل هي التربه، ها، وبتدي التربه النيترنتس بتاعتها النيتروجين، يعمل بقى ريشمنت في الايه؟ في الفرتيلتي العاليه، الدوده بتعمل فرتيلتي عشان الاجريكلتشر بتبقى يعني قويه. فالبوتنت ديجستيف سيستم لقوا عندها، ابتدى يبقى موجود جلاندز، ابتدى يبقى موجود انزيماتيك رياكشنز زيها بالظبط. ليه؟ لانها نوع الاستومز اللي بتتعاطاه وبتاكله، ها، عايزه هارد بورد للديجستيف سيستم. كورسبوندنج بقى بالكومباريزون بتاع السيستمز الاخرى هنلاقي، ممكن الاقي جنب الديجستيف سيستم بتاعها يعني سيرفستي في الايه؟ في السيستمز دي اللي انا عايزه اقول لك عنها. يبقى هنا اللي انا هشوفه، ما تجيش تقول لي سؤال طب هي هنا ما عندهاش مثلا كذا يبقى ازاي متطوره؟ ده انا بسالك، ده انا اللي اقول لك ليه هي بالرغم من السفيرنج اللي سام سيستمز او سام بلاند او سام سيرفس موجوده في اللي هو اباء او اللي قبلها، هي ليه متطوره؟ ليه حطوها في المدرسه؟ ما حطوهاش مع اللي قبلها ليه؟ ده نتيجه للتطور في البيهيفير بتاعها، تطور في نوع، مش تطور يعني اختلاف البيئات، نوع الطعام في حاجات كتير ايتمز وتولز انا اقدر اقول لك. خلاص ابتدت العمليه تخلص، مش هطول اكتر من كده، بس هبتدي اخلص الكلاس ده. وزي ما انتم شايفين انا بتابع بطريقه اسرع شويه من ما دخلت في اي كلاس تاني. هو بيقول الجنرال مورفولوجي مهم جدا، اتكلم على قبل كده الجنرال مورفولوجي، لان قال لك اعتبارا من الفيماكروت ان هي زيها زي الاكتينا بس في الفيلم. هو بيقول نوت سيليتد تيرمينال، ما عندهاش سيليوم، كومبوزد اوف جلايد بروتين، لسه زي ما رواح قالت ان الجلايد بروتين معانا. ليه؟ ده هيديك انديكيشن لايه؟ انها تعمل بروتكشن لايه؟ للانسان. ما هو ده السؤال اللي انا هاخد فيه اسمه ايه؟ معيار، معيار بيكون طب بندوس السيليا ده دليل على الديفلوبمنت في الشعر. السيليا معاك انا وبتاعي قوي لما اقول ان هي ديفلوبمنت، مين قال؟ ده مفيش يعني امر، يعني مفيش قانون. ليه؟ لان في متغيرات، متغيرات بتتحكم في الانديفيدوال ده، من ضمنها التغيرات البيئيه، التغيرات الانزيماتيك تشينجز، نوع الطعام، نوع طريقه الريبرودكشن، هل هي متوفر البيئه بتاعتها؟ هل هي مهاجره؟ هل هي تستقر فقط طول اللايف سايكل في نفس البيئه؟ ده ما بيرد على السؤال، بيقول ان مفيش
قاموس يتحكم في وجود السيليا، هل هي السيليا وجودها انديكيشن على التطور وعدم وجودها؟ لا، ده في تولز تغيرات. طول ما في تغيرات طول ما في ان القانون ممكن يتغير. ما هو لسه والله اصبري عليا. هقول انا كل ده يعني هي الاكزامبل ده انا بحب الاكزامبل ده قوي لانه كبير قوي لسه يعني زي ما تقولوا واضح قوي في حاجات، ولما اخلص ولقيت نفسي عايزه تستني نفس السؤال قولي. الانتيريور ريجن از كولد سكوليكس. التاني اسمه ايه؟ الانتيريور في البلانيريا. الفينومنا اللي ظهرت سيفاليزيشن هنا قال سكاركس. هنشوف شايفين الممدوده في اللايف قد ايه؟ شكل الفيل ده مقطعينها من طولها متقطعه، ده هو من اول الشكل الغليظ شويه ابتدي ترفع الميديم ستيج بتاعتها لحد ما ايه؟ ما من اول ما هي رفيعه السكاركس دي هي دي منطقه المبتدئ اللي هي تحت خالص، وبعدين تبتدي تاخد الشكل لحد ما يبتدي ايه؟ الجسم ينتهي في النهايه. هنشوف هو عايزه ايه. Extended from the neck is a series of protoglottis. دي الاجزاء بتاعت in the six organs and abs no digestive system. يبقى ايه الديفرنس؟ ايه البوينت اوف ديفرنس؟ ما عندهاش digestive system وما عندهاش ايه تاني؟ سيريا. انا دلوقتي في انهي بارتيشن؟ انا بشتغل في كام بارتيشن كده؟ بشتغل في كام بارتيشن في التيبل؟ ثلاثه. وايه تاني؟ الفيو اوف ديفرنس او البارتس اوف ديفرنس. اول ما الاقيش سيريا اكتف مع ان اللي قبلها فيها سيريا، دي مش موجود سيريا؟ طيب مش موجود انا الديجستيف سيستم؟ لا، الثانيه كان عندها ويل ديفلوب ديجستيف سيستم. فبيقول هنا ماتيور اكس ريليست، زي بقى دخل في قصه اللايف سايكل زي ما قال لك ان الايجو هتديني ايه وبعد كده اللارفا واشكالها واسمها. الماتيور اكس ريليست ثرو ان اوبننج ان ذا هو بروجلوكس ده or leave the host with the prognathics are separated from the main body of the world. يعني طريقة خروج الأد من الهول ده الإكزامبل بتاع السيستول ده الجنرال مورفولوجي. انت عليك هوم ورك ايه قبل كده؟ اسمه ايه؟ شيشو. دي اعملها لي مع شيشو. هتقول لي اصل الحاجات السهله بديها لك والله. ما بتقلش عليك، ليه انا بعمل ده؟ ده طلع لي منها اسماء ثلاثه، ايه هم؟ اسم اللارفا بتعيش فين؟ لو عندها فيرست وسكند وسط فين هو؟ وبتطلع بعد كده بيبقى اسمها ايه؟ وبتبقى بولما واسمها ايه؟ بس. عمليه يعني عيب قوي. وبعد كده الشكل اهو ده اللايف سايكل بتخش فين وتطلع فين وتخش فين وايت باك وليفر وهكذا. نفس الطريقه بتاعت مين؟ بتاعت كريماتودز وشيستوسوما و اكزامبل. وكده انا خلصت.